أهلا بكم في هنا البحرين. انطلقت فعالية الدورة الثالثة من مهرجان البحرين المسرحية على صالة البحرين الثقافية برعاية هيئة البحرين للثقافة والأثار ووزارة الإعلام وبدعم من المجلس الوطني للفنون ومؤسسة راشد الخليفة للفنون، حيث سيقدم خلال المهرجان 5 عروض مسرحية تقدمها المسارح الأهلية على مدى 6 أيام بالإضافة إلى الندوات وتعقيبات على العروض. مهرجان البحرين المسرحي في كل نسخة يتبنى موضوعاً محدداً لتسلط الضوء على جوانبه المتعددة، إلى جانب الاحتفاء بشخصية فنية بارزة في هذا العام تم تكريم الفنان الراحل سعد الجزاف، بينما سيركز المؤتمر المصاحب على تعزيز استدامة المشاريع الفنية وتشجيع النقد المسرحي، إذ يعتبر المسرح عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي والثقافي للمجتمع وليس مجرد عروض تقدم على خشبة المسرح. الميزة في هذا المهرجان هو أيضاً أنه هو اعتماد كلي على العناصر البحرينية، هذه واحد. عادة في كل المهرجانات في كل الفعاليات هناك استعانة بكوكبة من الفنانين والمختصين والخبراء والمخرجين، احنا حتى الورشة بحرينية، حتى الندوة الفكر بحرينية، لجنة التحكيم بحرينية، الندوة التطبيقية، المعقبين، اللجان، كلهم. هذه ميزة. جاء ذي المهرجان في نسخة الأولى والثانية والآن احنا في النسخة الثالثة، واحنا الحمد لله اللي قاعدين نلاحظ كمراقبين للوضع كيعني اتحاد الجمعيات المسرحية أن كل سنة المهرجان قاعد يقدم عروض أفضل وأفضل. نعتقد أن هذه احتفالية جدا جميلة لأنها ستظهر الإبداع البحريني في المجال المسرحي، وهناك دعم من وزارة الإعلام ومؤسسة الشيخ راشد وهيئة البحرين للثقافة، وهذا الدعم يعزز من الأعمال المسرحية في مملكة البحرين والمسارح البحرينية التي ستشارك في هذا المهرجان الذي ستكون مدته تقريبا 6 أيام، وستكون فيه أعمال مسرحية ستبهر إن شاء الله الجمهور ويتمتع فيها الجمهور، وهي نافذة لإظهار المبدع البحريني. فيما يتعلق بالعروض المسرحية المشاركة، سيكون هناك مسرحية قراءة بيضاء لمسرح أوال من تأليف وأخراج حسن فلامرزي، ومسرحية ينان وتسالم لمسرح البيادر من تأليف خولة حسن وإخراج عبد الله الدرازي، إضافة إلى مسرحية ياسمينة لمسرح الريف من تأليف رباب مهدي وإخراج علي مرهون، ومسرحية المؤسسة لمسرح الصواري وإخراج إيزا الصنديد، وختاما مسرحية الزبون الصعب. لازم يعني ننوه بالشكر إلى كل الداعمين اللي آمنوا بالحركة المسرحية والعمل المسرحي. أنا لازلت أقول أن الحركة المسرحية إذا ما يكون هناك إيمان من صناع القرار بضرورة هذه الحركة المسرحية والفنان البحريني والاهتمام بهذا الفنان البحريني، هذا المهرجان هو جزء من هذا الدعم بغض النظر عن وجود العروض، لأن العروض المسرحية ممكن إحنا نشكل أي تشكيل معين، تنظيم معين، بحيث أنه يكون هناك عروض مسرحية، لكن المهم جداً أن العرض المسرحي يعكس التطور الفني لدى الفنان البحريني. أولاً بسم الله ما شاء الله مبروك على هذا العمل الضخم. المسرح لقيت له حضور كبير جداً، وفي وجهة نظري الفنان الحقيقي لا يعرف نفسه إلا فنان إلا من خلال خشبة المسرح، لأن جمهوره مباشر. وما شاء الله الاهتمام عندكم بالمسرح والمهرجان هذا في الافتتاح هذا، يعني أنا أعتبر أنه ما شاء الله على أرقى مستوى وأعلى مستوى، وإن شاء الله أتمنى أشوف في جميع دول الخليج ودول العربية هذا الاهتمام الراقي بالمسرح، لأن المسرح هو أساس الفن وأساس انطلاق الفنان واكتشاف المواهب والتدريب الحقيقي. ستشهد المهرجان توزيع 9 جوائز رئيسية للأعمال المشاركة، تتصدرها جائزة مؤسسة راشد بن خليفة للفنون لأفضل عرض مسرحي، ستشمل الجوائز أفضل إخراج، أفضل تأليف لنص مسرحي، أفضل تأليف موسيقى ومؤثرات صوتية، وأفضل ممثل. وستنطلق اللجنة المنظمة جوائز جديدة تشمل أفضل جهد إعلامي وأفضل رجل إنتاج.
ضمن مبادرات مهرجان البحرين السينمائي 2024 في نسختها الرابعة والتي تهدف إلى دعم الشباب في مجال صناعة السينما، عقد مؤتمر بحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام وبمشاركة النجمة المصرية منى زكي. وتم خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق مبادرة لتمكين صانعات الأفلام في مملكة البحرين بالتعاون مع شركة هير ستوري فيلمز للإنتاج، والتي تأتي في سياق شعار المهرجان لهذا العام الاحتفاء بصناعة الأفلام لها، وبالتزامن مع اختيار المنامة عاصمة للإعلام العربي 2024. أكد وزير الإعلام اهتمام البحرين بدعم المواهب الشابة في صناعة السينما وتوفير بيئة ملائمة للإبداع، معربا عن أمله في أن تساهم هذه المبادرة في فتح أفاق جديدة لصناعة الأفلام وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى نجاحات ملموسة. وأشاد الوزير برسالة المهرجان في تمكين الشباب والشابات في هذا المجال. المهرجان النهاردة بيمثل بريدج جديد وجسر تواصل جديد فني جميل بين مصر والبحرين، الرصيد الثقافي القوي للمملكة البحرين وجمهورية مصر العربية موجود وبنلمسه في المشروعات التعاون المختلفة. التواجد الفني المصري قوي اليوم في مهرجان السينمائي البحرين السينمائي الدولي علامة جديدة على مدى التعاون والرصيد المشترك البحريني المصري. عبرت النجمة منى زكي عن فخرها بإطلاق المبادرة في البحرين، مشيدة بالمواهب السينمائية الواعدة والدعم الذي يساهم في تطويرها، كما أوضحت أن شركة هير ستوري فيلمز تهدف لدعم المبدعات في مجال السينما من خلال توفير منصة حاضنة لإبداعاتهن مستعرضة نجاحات المبادرة في مصر. من جهتها تحدثت مي عبد العظيم عن أهمية هذه المبادرة في توفير ورش عمل لصناعات الأفلام، مؤكدة التزام هير ستوري بتأهيل المبدعات لعرض قصصهن عالميا، كما شكرت سارة البدري وزير الإعلام على دعمه ودعت صانعات الأفلام للاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرة إلى تفاصيل المشاركة ستعلن قريبا. أشاد وزير التنمية الاجتماعية السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور بجهود جمعية شجرة الحياة الخيرية الاجتماعية خلال حفلها السنوي لجائزة الإنسانية والعمل الخيري، وأثنى على المبادرة التنموية للجمعية ودور الكفاءات البحرينية في تعزيز العمل الإنساني، مشيرا إلى دعم الوزارة للمنظمات الأهلية وجهودها لتطوير المجتمع وتحقيق التميز في العمل التطوعي. أشاد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بجهود مجلس إدارة جمعية شجرة الحياة الخيرية الاجتماعية ومبادراتها التنموية المستمرة لتنظيم حفل تكريم رواد الأعمال الإنسانية، مؤكدا على دعم الوزارة للبرامج والمبادرات النوعية التي تنفذها المنظمات الأهلية. منذ تقريبا هذا الموسم الرابع ونقيم هذا الاحتفال التكريمي جائزة إنسانية على مستوى البحرين، ونقوم بتكريم الأشخاص الذين بذلوا الكثير الكثير في الخدمة الإنسانية كمساعدات وكأشخاص تقدموا بأعضائهم إلى ذويهم وإلى أشخاص أخرى. إن البحرين حققت عبر تجربتها الرائدة في ترسيخ قيم الأعمال الإنسانية والخيرية وصياغتها للسياسات الموجهة نحو التنمية والحماية الاجتماعية من أجل بناء الإنسان وتطوير المجتمعات وإثرائها، وأن الكفاءات البحرينية تسهم في الارتقاء بالعمل الإنساني وتلتزم بمساراته القانونية من أجل تنفيذ المشاريع التنموية التي تعود بالنفع الإيجابي على أفراد المجتمع. العمل الخيري متأصل في مملكة البحرين بكل أطيافها، وجمعية شجرة الحياة الخيرية الاجتماعية أحد روافد هذا العمل، والتي دأبت على عمل الخير والتشجيع عليه وتكريم كل الأطراف المتصلة به. لبرنامج هنا البحرين عبد النبيل الجردابي.
دعما لمبادرة خطة العمل الوطنية لتحقيق الحياد الكربونية التي أعلن عنها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفي إطار تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق أسبوع الشجرة، شاركت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في تشجير 4 مدن إسكانية من خلال زراعة 100 شتلة في كل مدينة من مدينة سلمان الإسكانية، مدينة خليفة الإسكانية، مدينة الحد الإسكانية ومدينة سترة الإسكانية. شاركت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في فعالية أسبوع الشجرة متمثلة في المساهمة بتشجير بعض المناطق بمساهمة من وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرمحي. أن مبادرة أسبوع الشجرة تأتي لتعزز أهداف خطة التشجير لمملكة البحرين، والتي تهدف إلى زراعة 3,600,000 شجرة بحلول العام 2035 وزيادة الرقعة الخضراء، مما يعزز تحقيق الأهداف البيئية المنشودة. وزارة الإسكان ستواصل مسيرتها بتشجير مشاريعها الإسكانية، والتي بدأتها بمبادرة تشجير الواجهة البحرية بمدينة الحد الإسكانية وتلتها مدينة سترة الإسكانية من خلال منح كل منتفع بوحدته السكنية شتلة زراعية، وستسعى دائما للتشجيع على الزراعة داخل الوحدات السكنية. اختتمت اليوم فعالية النسخة الثانية من منتدى بوابة الخليج 2024 بنجاح مع إعلانات وصفقات تفوق قيمتها 12 مليار دولار، وشهد المنتدى الذي نظمه مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين حضورا لافتا ضم 250 مشاركا من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون وقادة أعمال من مختلف دول العالم بهدف استكشاف فرص النمو الاستثماري والتجاري الواعدة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، والتي تسعى لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية. وقد تم الكشف خلال فعاليات المنتدى الذي استمر على مدار يومين كاملين عن 32 إعلان وصفقة تفوق 12 مليار دولار تعكس ريادة البحرين في مجالات التحول الرقمي والتمويل والتصنيع والسياحة والقطاعات ذات القيمة العالية الأخرى. وصلنا معكم لختام برنامجنا البحرين، في أمان الله.